قريت لك ان انت بتقول كان نفسي اشارك في فيلم تراب الماس، الكلام ده صح؟ اه طبعا. الروايه كانت عاجباك قوي؟ جدا جدا. والفيلم اتفرجت الفيلم حلو قوي قوي، شيء بديع يعني. اي حاجه مهمه انا اكون يعني احب اكون موجود فيها. تراب الماس طبعا فيلم هايل يعني. نفسك تعمل دور ايه تاني يا فتى؟ نفسك في ايه كده؟ اعمل كل الحاجات اللي انا ما عملتهاش لو ربنا ادينا عمر. يا رب. نفسي في دور معين دايما دايما بحلم ان انا اعمله. ايه؟ دور انساني جدا، شاب عنده توحد او عنده عته مغولي، عنده حاجه في حياته. ده دور ده صعب قوي. عشان انا شفت ناس ودايما كنت بشوف فيهم حاجه غريبه، ان هو احنا بنحس ان هم اقل مننا، بس في لحظات بتحس ان هو اهم مننا وبيفهم احسن مننا، يعني في حاله مش مفهومه، وطيبين جدا وهما في تركيبه عندهم احنا مش قادرين نفهمها. هو ربنا بيكون مدي لكل بني ادم حاجه، فهو بيبقى ربنا مديهم حاجه تانية. انت دي اللي انت حسيتها او لمستها حاجه كده.